نعود إلى أخبارنا المحلية، حيث يدشن المركز العلمي اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى المبارك عروض أحدث أفلام سينما أي ماكس بالمركز، ويعرض الفيلم العلمي ذي الأبعاد الثلاثة عجائب الطبيعة في جزر غالاباغوس في المحيط الهادئ. إطلالة عيد الأضحى المبارك تأخذك سينما آي ماكس في المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في رحلة ممتعة وشيقة في أجواء خلابة إلى الطبيعة غالاباغوس، ليعرف المشاهد على مجموعة من الجزر في المحيط الهادئ. طبعا كما عود المركز العلمي جمهوره الكريم، لازم نقدم عيدية في كل عيد. عيديتنا العيد الأضحى إن شاء الله راح تكون فيلم غالاباغوس بالبعد الثلاثي عجائب الطبيعة. غالاباغوس جزر موجودة تقريبا 1000 كيلومتر جنوب سواحل أمريكا الجنوبية. تشكلت هذه الجزر نتيجة براكين عاتية، وطلعت حيوانات ونباتات يعني مثل ما يقولون يعني رغم كل الظروف الطبيعة القاسية، لأنها يعني تأقلمت وعاشت وطلعت يعني أنواع جديدة من الحيوانات. جزر يعني مهجورة يقطنها حاليا 30,000 شخص. أول واحد اكتشفها يعني رحالة إسباني في 1535، وظلت مهجورة وما زالت مهجورة. الفيلم هذا الحقيقة يعني يجسد يعني كيف تشكلت الكرة الأرضية. هذا الفيلم سيكون بمثابة عيدية يحرص عليها المركز العلمي لزواره كل عيد لاستكشاف كل ما هو جديد في عالم العجائب والطبيعة. المركز أنا أشوف المركز وايد مهتم، دائما متجدد في اختيارات خصوصا للأفلام هذه، لأن تناسب الصغير والكبير يعني، وأشوف دائما يعني متطور يعني، وعروض جديدة أول بأول تنزل على الساحل. أشوف الأكواريوم والسينما، وأشوف الحياة الطبيعية الصحراوية والساحلية والبحرية.